اعتدت من الوضوح. اتفضل خش. قصدتني الاختان ام سوكا ونوال. خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. شوف يا معلم سلومة، شرعا اليمين الذي رميته على الاخت نوال بالامس يسمى بالطلاق المعلق. لماذا؟ لانك علقته بدخولها البيت، وهذا اليمين لا يعد طلاقا في الراجح من اراء الجمهور، ويمكنك التحلل منه بصيام 3 ايام. وبمجرد التحلل منه فالأخت نوال زوجتك، ويجوز لك مواقعتها إن شئت. يفتح الله يا مولانا، أنا خلاص شتفت. معناته إيه الكلام ده يا سلوم؟ بجاية الشيخ فوق دماغي من فوق، وشرف كبير ليا. بس يا مولانا زي ما علمتنا، الجواز قبول وإيجاب، وأنا لا أقبلها ولا عاوز أجاوبها بصراحة كده. أنا ناوي أتجوز. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nagwan. Happy birthday to you. دي حلوه قوي. دي اقل حاجه. بس حلوه قوي يا مروان. ما تغيري الترك اللي انت عماله تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانية. هقول لك ليه ما انت جاهل؟ ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتعه. هو ده تركي يعني؟ امال ايه لو انت؟ وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيه، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمك، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات دي. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت يكون برنسس اللوكا بتاعك. قومي افتح عشان اخلص منك بس. يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين. بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه، ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه وبعدين يضربوكي بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره؟ اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور. يا اخت نوال بارك الله فيكي. شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وآمننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء. ولهذا يا أخت نوال واجب عليك حين يبلغك المعلم سلومة
برغبتي في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعا وطاعا. يا شيخ ناصر انزل يا أخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عمال تزاها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها ها عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أرى يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوالة شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا انا كمان هشوف حالي واوقع له يمين الطلاق بتاعه. هو انا واقعه ولا واقعه؟ ده انا نوال بردك. انت نوال بردك واللي مش عاجبه يحط الصرمه في بقه. بس ايه رايك يا بت؟ انت بت طيبه وبت حلال، انا عرفت لك المكنه اللي هتعودي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوه عزيزه يا اساتذه. مين دي؟ الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك، احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. وانا اللي كنت عايز اهتم. ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا؟ مين الهانم دي؟ الهوانم هيبقى المره الجايه نجيب شويه هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية؟ مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدة جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بص يا هايدة يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة، لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. أنت بتشاور ليه؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. أنت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. أهلا وسهلا. أنت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم للساعة. نجيب له ميه زمزم للساعة ده. حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لسعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. أنا هدخلك الجامع الليلة فقط يا أخت نوال، أنت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا أستطيع أن أمنع أمة من إماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. أنت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل إيه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا كتر خيرك يا مسوكة. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما اقعد استنوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اخت نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك.